قصة اقتراح قانون خطة الكهرباء الذي تحول إلى مشروع قانون بدأت من ساحة النجم وعادت إليها عندما قدم رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون اقتراح قانون مكون من صفحة ونصف الصفحة نص على المطالبة بمبلغ 1,200,000,000 لإنتاج وتوزيع ونقل 700 ميجاوات. أسقط الاقتراح بطلب من المعارضة التي أصرت على تضمنه تعديلات عرفت بالضمانات القانونية التي تضمن شفافية المشروع. واقترح النائب جورج عدوان إعادة الاقتراح إلى الحكومة ليرسل مجددا من قبلها بصيغة مشروع قانون. تطلب إقرار المشروع في مجلس الوزراء أكثر من جلسة، وكان النقاش يحصل على وقع تهديد وتصعيد العماد عون بفرط الحكومة إذا لم تعتمد اقتراحه للكهرباء كما هو من دون تعديلات من جهة، وإصرار وزراء جنبلاط على إضافة التعديلات نفسها المقترحة من المعارضة من جهة أخرى. انتهى الأمر في جلسة 7 أيلول بعد تخريج عمل عليها الرئيس ميقاتي مع الخليلين عشية جلسة مجلس الوزراء. قضت بإرسال مشروع قانون بمادتين نصتا على الإجازة للحكومة متابعة المشروع وليس الوزير منفردا، وتجزئة مبلغ 1,200,000,000 إلى 4 دفعات. أما التعديلات المتعلقة بالقانون 462 والهيئة الناظمة وتعيين مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وترك مهمة إجراء المناقصة لإدارة المناقصات والطلب من الوزير العودة إلى مجلس الوزراء لإطلاعه على مراحل تنفيذ المشروع، هذه البنود الأربعة بقيت خارج المشروع الذي أرسل إلى مجلس النواب تفاديا لفرط الحكومة. رمى الرئيس نجيب ميقاتي كرة النار في ملعب مجلس النواب فتلقفتها المعارضة متسلحة بحصولها على أكثرية الأصوات في اللجان المشتركة، وخاضت مجددا معركة التعديلات ومعها نواب جبهة النضال. وقبيل تحويل المشروع إلى الهيئة العامة وبعد اتصال أجراه الرئيس فؤاد السنيورة برئيس الحكومة الذي اتصل بدوره برئيس المجلس، وبعد عملية حسابية أظهرت أن التصويت في الجلسة لن يكون لصالح مشروع القانون الذي يريده الوزير باسيل خاليا من أي تعديلات، أخذ الرئيس بري على عاتقه موضوع دمج البنود الأربعة التي كانت أسقطت من المشروع وهو في طريقه من مجلس الوزراء ووزارة الطاقة إلى مجلس النواب. وعبر وزراء التيار الوطني الحر عن استيائهم بوضوح في مجلس الوزراء الأربعاء إلى حد وصف ما حصل بالهرطقة الدستورية، لكن استياءهم ترجم في الجلسة العامة النيابية تحفظا أعلنه رئيس تكتل التغيير والإصلاح، وقبلوا على مضض بما حصل.